اوكي ونبدأ، لأن الناس لازم تفهم يعني إيه أصلا فكرة هنا ألعاب إلكترونية وداخلة منافسات وبطولات زي ما كنا بنتكلم في الانترو. فخلينا نبدأ من النقطة دي، يعني اللي هو الستارت في البداية. تمام. هو الألعاب الإلكترونية عامة مقسومة جزئين، الجزء اللي هو للترفيه في ألعاب كتير، كاندي كراش، كلاش اوف كلانز، لعب كتير معمولة للترفيه. أوكي. وفي لعب معمولة للتنافس. أوكي. اللعب اللي معمولة للتنافس دي احنا وصلنا لنقطة دلوقتي ان معظم شبابنا لو رحت لهم بكورة وشورت وبنطلون واشتراك في نادي ورحت له الناحية التانية بلاي ستيشن، كلنا عارفين هو هينقي ايه. فهو هينقي البلاي ستيشن بأسباب مختلفة عن اللي احنا فاكرينها. احنا دايما فاكرين عشان البلاي ستيشن عالم مش واقعي وكل الكلام ده، لا، هو عشان البلاي ستيشن بكل صراحة بتدي له حق. هو لما يشوف نفسه في اللعبة ويقيم نفسه مع الناس اللي هو بيلعب معاها وضدها، اللعبة هي اللي بتقيمه. احنا عندنا في الرياضه في كل حته في العالم مشكله ان اللي بيقيمك واللي بيدربك بني ادم، فبالتالي ما تقدرش تضمن انك انت في مستوى معين غير لما بني ادم هو اللي يقول انك انت في المستوى. يعني العامل ده نفسي بحت؟ لا، وفي نفس الوقت برضو في تقييم من ناحيه الاداره ومن ناحيه المدرب، بس بيبقى تقييم شخصي مش عملي، مش في اللعبه. أوكي. يعني في حاجات في اللعبه معينه بتصححها، بس مستواك في اللعبه بيبقى الرانك بتاعك على 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 كل حد لعب اللعبه دي في التاريخ. فلما الشاب بيخش ويعرف هو كام بالظبط وهو كويس ولا وحش ومستواه فين حالا، ده اللي شددهم ان هم ممكن في اي يوم لو لقوا نفسهم وصلوا لمستوى عالي مش هيبقى فيه نفس المشاكل او نفس الاوبستكلز اللي هتبقى واقفه قدامه اللي هتجبره ان هو ما يعرفش ينجح. وعموما الالعاب الالكترونيه اللي من النوع ده اصبح ليها اتحاد. اكيد طبعا. والاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه يعني رجع تاني في 2015، هو كان اتاسس في 2003 بس اتاسس من ناحيه تأسيس الألعاب وإنك أنت تديفلوب لعبة، لكن هو قلب بعد كده في 2015 مع المهندس خالد عبد العزيز. يعني هو في الفترة الأخيرة ليه كانت صغيرة شوية، ما لحقناش نشتغل مع بعض كتير، بس كان وقت هايل. وبعديها دكتور أشرف صبحي لما جه طبعا الوضع اختلف خالص. يعني لقينا إن في مش بس دعم يعني بشكل عام، بس في إن هو مقتنع بيك، يعني هو شايف إن الموضوع زيه زي أي رياضة. ليه؟ علشان ما ينفعش ننسى الشطرنج، وما ينفعش ننسى اللي الشطرنج عمله لنا، ان هو ورانا ان مخ البني ادم، مع ان جسم البني ادم مهم ومحتاج يتطور، ان مخ البني ادم نفسه ممكن يستخدمه بطرق، يعني يقعد قدامك 10 دقايق يعمل قرار مستحيل اي حد ياخد القرار ده غير لو وصل الاستوعاب بتاع البني ادم ده. فبالتالي انا بقدره، بتسلم اللي انا شفته اللي هو عمله، وبتعلم اللي هو عمله لو انا بلعب شطرنج زيه. الالعاب الالكترونيه بقى اخدتها خطوه ثانيه، انك انت مش بس بتستخدم مخك بالطريقه دي، بس بتستخدم كمان الكيبورد والماوس. وفتحت لنا بوابه ان احنا نعرف ان في يوم من الايام لما التكنولوجيا تسمح ويستخدم جسمه كله، هتسمع دبدبه في الاوضه، تخش تلاقي ابنك بيلعب لعبه فيها مسدسات وكل حاجه بس بيستخدم جسمه كله، هتلاقي عنده عضلات، هتلاقيه طالع عنده مش بس يعني الجسم بيستفاد، بس عنده مخه بيستخدمه، عنده طريقه الكلام بينه هو وزمايله. يعني التكنولوجيا واخدانا ورايحه بينا لفين يا عم يوسف؟ لا، واخدانا في حتت يعني لسه مش مفهومه، فبالتالي لازم نتحرك من دلوقتي. يعني ما ينفعش نعمل حركه الكوره الشراب، ما ينفعش نعمل الحركات اللي احنا شفناها في الماضي مش بس في مصر بس في افريقيا عامه. ولازم نتحرك علشان المجال ده مش معتمد على الحاجات اللي الكوره او الهاندبول او الفوليبول معتمد عليها، معتمد على التكنولوجيا، والتكنولوجيا مش بتمشي، هي بتطير. فلو ما لحقتش يعني، وطبعا كان شيء هايل الدكتور اشرف صبحي بنفسه يلاحظ الموضوع ده، ان الاتحاد بنفسه يلاحظ الموضوع ده، ان حاجه جوه الحكومه نفسها يعني تخلينا نسافر سفريه زي دي. يعني احنا كنا عايزين نشارك بس عشان نوري العالم احنا عندنا ايه. فان احنا نكسب بطوله زي دي بالطريقه اللي احنا كسبناها، يعني ربنا، يعني هي كده كده ربنا.